هات امك. انا طالع عندك في الصوره دي. نزل ايدك يا حازم، يلا بعد تحكي الحلوه. ها معلش معلش، بس عشان انا واقف متطرف سيكا يعني، فطالع في الصوره ولا لا؟ نزل ايدك ونحترم نفسنا شويه، يلا بقى تحكي الحلوه. سمورة يا عم سمورة، طالع عندك ولا مش طالع؟ ما تنزل ايدك بقى. الله يلا الضحكة الحلوة. طب وانت مش هتتصور معانا ولا ايه؟ اتصور معاكوا يا سيدي، هي صعبة. يلا يلا حاجة. 25 28 سنة 24 سنة وشهرين ديسمبر سنة 89 عندي 27 سنة مواليد 1985 بعد 3 شهور هتم 26 سنة. في حد يسأل بنت على سنها؟ في حد يسأل ولد على سنه؟ مواليد 1986 ماشي في 29 ما بقتش فرقة 29 28 سنة عندي 35 سنة متفائل متفائلة لسه عندي شوية أمل مش شايف ما بقتش عارف مش قادر افهم عندي 35 سنة يا ماما أرجوكي كفاية حالك بقى جاية. مالك يا مصطفى؟ مفيش فانا بضحك يا وائل بضحك. يلا نقوم نخرج. وانت مالك يا وائل؟ ابويا يا سيدي. انا بخلص من ابويا لا امي. والحل ايه يا جماعة؟ احنا نقتلهم ونخلص منهم. مش فاهمنا وليه دايما الكبير هو اللي صح وليه دايما الجيل الابيض واسود ده شايفنا عيال تافهه ولا لينا اي لازمه؟ لا وقال ايه محسسنا ان احنا عايشين على المجتمع؟ خد عندك بقى التعطيب اللي ما بيخلصش للنهار. ايه اللامبالاة والاستهتار اللي انت عايشه فيه ده؟ ايه التناكه دي؟ سلم على عمك كويس يا ولد. وانا بسلم يعني عليه برجلي يا بابا؟ لو فلحت يبقى تعالى اعمل بتبيع على قبر ويا ريته بيقول بتبيه. ما تمشيش حافيه في الساقعه هكش يعني يا تيتا. لو حد اداك حاجه اوعى تاخدها منه اوعى تاخدها من... يا عم ادب عليا لو اخلص منها احسن. ولا بنت عمي المكافحه اللي كانت دايما بتذاكر يا اما على لمبه الجاز او عمود النور وسافرت امريكا واتجوزت. يا ابني انت فاكرنا عاوزين منك حاجه؟ انت فاكرنا نايمين على ودانا يا بيه؟ يا ريت تبطل لعب بالمقص في ارضينا. خد عندك بقى التعديد الكرتون اللي ما بيخلصش للنهار. هتضحك ضرب هقطم رقبتك هجيب ليكم من الغوله هشرب من دم هلسعك بالشمعه في ملامحك. ربنا هيرزقك بعينه تبدا توريك اللي انت وريتيهولنا. مالكش دعوه بالسياسه. لو شفت خناقه مالكش دعوه بيها. سموره يا حبيبتي لازم تاكلي سلطه عشان تطولي. اصدقك انا بقى ولما اكون قاعد مع اصحابي في الهرم وانا اساسا ساكن في العباسيه ابويا يقول لي اقفل السماعه من هنا الاقيه بصادي مارد. انا بقى اختفي في الهرم واصحى في العباسيه. لا لا ويقول لك ايه؟ ويقول لك هات بعضك وتعالى. هجيب بعض ازاي انا؟ ولما يقول لي ان شاء الله ابقى عارف ومتاكد ان شاء الله. لا بابا 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 انا نفسي اطلع وزيره. يا بنتي انت لسه صغيره. بابا 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 عايز اطلع دكتور. يا ابني انت لسه صغير. انت مش هتساعدني بقى عشان اكون نفسي واجيب الشقه والحاجات دي؟ والله يا ابني انت كبرت وتقدر تعتمد على روحك. بابا انا كبرت ومن حق اشتغل على فكرة. يا بنت انت لسه صغيرة. ماما 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 ايه كك ماما بشنبك ده؟ اديني 5 جنيه عشان انزل اقعد على القهوة. انت عبيط يلا؟ انا عبيط جدا يا ماما. الشنجان من قدامي. عارف يا بوب البلد دي حلوة. ماما فضل تكلمني. عارف يا بوب البلد دي انت ليك انت لسه صغير. سمر يا حبيبتي. ايوه يا بابا. انت كبرتي وبقيتي عروسه ونفسنا نفرح بيكي. لا يا بابا لسه صغيره. اه كبير يا بابا لسه صغيره. اه كبير يا بابا لسه صغيره. ما حدش ساعدنا في حاجه. هتجيب لنفسك الشقه والشبكه والماء. يا بابا انا لسه صغير. لا كبير والله صغير. لا كبير بس صغير زي اختك. ايه ده يا بابا لسه صغيره؟ لا كبير يا عم انا صغير. يا عم صغير وناس بتصبر وناس بتهبر وناس تموت من الغرب.
ممكن اخد من وقت حضرتك دي؟ لا شكرا. عاوز ايه يا عم انت؟ يا استاذ ما تاخد فكره وما تشتريش. اتفضل يا سيدي. بص حضرتك انا معايا معجون سنان، حضرتك مش هتلاقيه في الصيدليات ولا في اي حته تانية غير عند العبد لله. معجون السنان ده يا فندم عليه ماده فلوريد الامونيا. بق سعادتك كده، شفاك الله وعافاك، بالاضافه لماده الفلورايد الفعاله اللي بتقضي على التسوس من اول غسله. مفاجاتي خلصت؟ خلصت. لا ما خلصتش. لو حضرتك خدت المعجون ده النهارده يا فندم هنقدم لك مع المعجون ده ثلاث نكهات مختلفه، نكهه الفراوله ونكهه التفاح والنكهه اللي كلنا بنحبها النعناع. مفاجاتي خلصت؟ خلصت. لا ما خلصتش. لو حضرتك خدت المعجون ده النهارده يا فندم هنقدم لك معاه المفاجاه بتاعتنا السواك. مفاجاتي خلصت؟ خلصت. لا ما خلصتش. ما خلصتش. بص حضرتك لو خدت كل ده النهارده يا فندم هنقدم لك مع المعجون ده ثلاث فرش اسنان بمقاسات مختلفه لحضرتك وللمدام وللطفل الصغير. مفاجاتي خلصت؟ لا ما خلصتش. لا خلصت. انا مش علاء الدين يا فندم. لا يا فندم انا مش ساحر. اوعى سيادتك تكون فاكر عشان انا ربعت ايدي كده افتكرتني ساحر. لا يا فندم انا جايب لحضرتك فرش اسنان. طيب فرش السنان دي تاخدها تحطها في شنطتك. اتفضل امشي من هنا. احطها في شنطتي؟ وماله يا فندم؟ وامسح بيها سناني لو تحب. يا عم الحاج يا عم الحاج، هو انا لا اكل عشان اغسل سناني؟ حرام عليكم بقى بليتوا البلد. طب لا ده ايه؟ طب خلي بايا وخلي ضايا ما بيغلط وتموت. هاي حبيبي عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. والراجل اللي قال ان هو هيسفرك؟ معرفش، بكلمه في التليفون ما بيردش عليا. واهلي اللي مستنينك؟ قول لهم يستنوا شوية كمان. هيستنوا كتير يعني؟ يعني لحد ما بيع كل فرص السنان اللي معايا. طيب وانا؟ استني شوية. يعني بمعنى اصح بتقول لي انا ما قلتش كده. انا بقى عندي 29 سنة. طب سنتين كمان. وعايزني اصدقك؟ لا عشان انا فعلا بكذب. بس انا هصدقك. ليه هتصدقيني؟ لان ما بقاش في حاجه قدامي غير اني اصدقك. خلاص ما بقاش في حد يخبط على الباب. استنيتك كتير لحد ما المحطه فضيت عليا ومفيش مواصله جايه تاخدني. انت كده بتجرحيني. انت واخده بالك؟ مش معنى انا، مش معنى انا طول الوقت عيون الناس بتجرحني وافضل طول الوقت اسمع في كلام بيضايق من الناس ما بتحسش. بس انا حاسس بيك. يا فرحتي تصدق فرحتني؟ طالما انت حاسس بيا قوي كده يبقى اسمع بقى وخد عندي. اللي انت يا حبيبتي ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ والله يا حبيبتي احنا خايفين لما حدش يجيلك. الا صحيح هو لسه في عرسان بيتقدموا لك؟ ايه مش هنفرح بيكي بقى قريب؟ بنت خالتك عندها 20 سنة وفرحها بعد يومين. تحب تسمع تاني ولا كفاية عليك كده؟ تحب اكلمك عن نفسي لما بقف قدام المراية؟ تحب اقول لك على السواد اللي بقى تحت عيني ولا على ال 30 شعرة البيض اللي ما بقاش عارفة اداريهم وسط شعري؟ حاسس بيا ازاي بقى؟ بدخل كل يوم واقفل على نفسي الباب هربانة من عيون الناس وكلامهم، بس الباب ما بيمنعش الكلام ولا بيخبيني عن عينيهم. هصدقك وهستناك، لاني لو كدبتك مش هعرف اعيش. هصدقك بس علشان ما صدقش اني بموت. ممكن اخد من وقت حضرتك دي؟ شكرا. هتندم صدقني.
خد فكرة وما تشتريش. بص حضرتك انا معايا في الشنطة دي معجون سنان بيبوظ السنان كمان. انا معايا فرش اسنان بتبوظ من اول غسلة. شكرا شكرا. بس اشتريه اشتريه عشان والله العظيم رجليا مش قادرة تشني من كتر اللف والتدوير ومحدش عاوز يشتري. وشي تعب من كتر التمثيل بابتسامة بهتانة رسمها بالعافية وبرضه محدش عاوز يشتري. لساني متكسر بكلام محفوظ مدروس ملوش اي معنى وبرضه محدش عاوز يشتري. مع ان مفاجآتي ما بتخلص بس العمر بيخلص والحيل بيتهد والسنين بتجري بجبن وخبز وسرقة مش عاوزة حد يحس بيها. انا حاسس بيها ومش قادر اعمل حاجة. مشلول مشلول ماشي في طريق مقفول من كل مكان وكل ما سرق الاقيني ماشي في الطريق بالعكس وفي بنت عندها 29 سنة مستنياني واقفة في محطة مستنياني والدنيا برد عليها وعيون الناس تلج بينزل ما بيرحمهاش وانا تايه مش شايف وخلاص تعبت ومش قادر مش قادر اكمل. انا مش ليه صدقتيني؟ ليه هتستنيني؟ انت خلاص يا حبيبي اهو اتخرج. الحمد لله يا حبيبتي وانا خلاص جبت لك الشبكه. طب والشقه؟ انا مش جبت الشبكه. اه ان شاء الله بكره اجيب الشقه. حبيبي عملت ايه في الشغل؟ اشتغلت في وظيفه جامده جدا. طب والشقه؟ انا مش اشتغلت. اه ان شاء الله بكره اجيب الشقه. هيا حبيبي عملت ايه في القاعة؟ حجزت قاعة حلوة كده محندقة على قدنا. طب والشقة؟ أنا مش حجزت القاعة. أيوة إن شاء الله بكرة أجيب الشقة. الحقني يا أبو محمد الوضع عيان أوي. يوديك تأمين الطاعة. طب والشقة؟ أنا مش جبتلك محمد. أيوة إن شاء الله بكرة أجيب الشقة. الحقني يا أبو محمد أنا تعبانة أوي. نروح المستشفى بالليل. انا مش جبتلك الضغط والسكر. ايوه ان شاء الله بكره اجيب الشقه. الست ماتت. طبعا نفسك تساليني عن الشقه. انا مش موتك. ان شاء الله بكره اجيب الشقه. بس وصلنا خلاص خلاص بس يا جدعان احنا بعدنا قوي مش هنعرف ننزل. يا عم مش مهم ننزل المهم نكمل طلوع. ايوه هنطلع اكتر من كده. ايه تاني؟ هي صخره واحده بس ونبقى في اعلى مكان. شايفين البلد من هنا عامله ازاي؟ زي ما تكون ماكت صغير لبلد لسه هيتبني. بس لو بنيناها محتاجين نشيل شويه التراب اللي هناك دول ونخفف شويه من الاضاءه اللي على اليمين هناك دي. بص هناك القمر كامل النهارده. يا خساره يا ريتني جبت معايا الكاميرا. بس مش ملاحظين انه حزين وما بيضحكش. لو وصلنا لاعلى صخره هيضحك وهيشاور لنا كمان. اهو انت دايما متفائل كده يا ابني. طول ما انت شايف الدنيا حلوه وجميله ربنا عمره ما يكسفك ابدا. انتوا مش ملاحظين ان دي اول مره نتقابل فيها من سنين؟ اطلع منها انت بس وبطل حسد واحنا نفضل متجمعين على طول. ده على اساس ان انا اللي مفرقكم. يا عم الزحمه هي اللي فرقتنا. فاكرين اخر رحله طلعناها من 3 سنين؟ رحله ايه لما رحنا دريم بارك. دريم كنت انت واد معلق حته دين بيت دايس على وشها قطر. ما اعرفش انت كنت جايبها منين. القطر كابس وشها كابس كده. دريم بارك ايه؟ انا اصلا ما طلعتش معاك. يا جدعان ما طلعش معانا.
وفي حد فينا شافه من ساعه ما ركبنا الاوتوبيس غير واحنا مروحين؟ ايوه هنبدا نفتح لبعض بقى وانا حافظ تاريخ كل واحد فيكم حته حته، فهنلم الدور بقى ولا ايه؟ ما انا رايي يا جدعان نلم الليله احسن. ايوه كل واحد كده يكن في خرابه وقعد على جنب. لا بقول لك ايه ما تزودهاش بقى. لا زودها اوعى ابدا يا شيل البدله اللي انت خدتها مني من سنتين وقلت لي الميتنج بتاع موبينيل. بدله؟ بدله ايه؟ بدله ايه ايه؟ انت هتمثل يالا؟ انت مش واخد مني 100 جنيه من 4 سنين وقلت لي هردهم لك بكره؟ اصل دول فك زنقه يا شقيق وما شفتش منك حاجه لغايه دلوقتي. والله العظيم واخد منك 100 جنيه والله ومن 4 سنين واخد مني انا كمان 200 جنيه انت نصاب يالا ولا ايه؟ يا جدعان هي ليله هتقلب عليا ولا ايه؟ اوعى يا جدعان احنا مش تاخرنا كده. تاخرنا مين يا عم؟ ده النهارده الخميس والسهره تحلى. ايوه يا عم بس انا غيركم انا ورايا بيت. يا سيدي خميس وبيت واسره يا بختك. لا خميس ولا جمعه مفيش حاجه يا اخويا جابتنا لورا غير القر بتاعكم ده. ايه ده هو في مشاكل ولا ايه؟ لو في حاجه اقول فضفض احنا اخوات. اه واضح بقى كده ان الليله هتتقلب عليا انا هنزل. لا لا خلي بالك عشان النزول صعب. طب حد يجي ينزل معايا؟ لا مادام كلنا طلعنا مع بعض كلنا لازم ننزل مع بعض. صح كده ليدو. ماشي يا عم وادي زفت قاعده. يا لهوي يا لهوي يا جدعان لو سيجاره من بتوع زمان. سيجاره ايه؟ سيجاره حشيش. حشيش ايه؟ حشيش ايه ايه؟ انت نسيت ان احنا كنا مسمينك المدمن؟ يا عم الحمد لله ربنا تاب عليا. ربنا يتوب عليكم زي ما تاب عليا انا وعتبي. طب بصراحه كده يا جدعان ما حدش مخبي حاجه كده ولا كده؟ عايزين نعمل دماغ اهرامات بقى ونشوف الفراعنه كانوا بيشوفوا ايه. انا عن نفسي يا جدعان اعرف واحد في وسطنا هنا معايا. ها مين؟ لا يا جماعه ما اقدرش اقول عليه هو كده كده هيقول لوحده. يا عم لو عارف قول وخلص. يا ابني ما اقدرش افتن عليه هو كده كده هيطلعها لوحده. عرفته. وانا كمان عرفته. مفيش حد نقضي منه هنا يا ريس لو سمحت. منين يا وليد؟ ما انت عارف. طب ما تشوف كده. طب بصوا يا جماعه انا معايا حته بس هي مش بتاعتي. بتاعت ابن خالتي عنده مشروع تخرج في كليه العلوم. يا سلام يعني هو في كليه العلوم واحنا مش في كليه العلوم. بس انا شارب. وانا شارب. وانا لافف. وانا ماشي. مفيش بفرة معايا بفرة ما بمشيش من غيرها يا برنس. انا اللي عليك مش هطلعها. انا اللي عليك. لا والله انا اللي عليك. هي وقعت. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل اف ايه؟ هي وقعت. حد ينزل يجيبها. حد ينزل يجيبها كده هتلاقوها على الصخره اللي تحتينا دي على طول. يا وليد حته الحشيش وقعت. صخره ايه يا عم؟ انت مش شايف الدنيا تحت كحل ازاي؟ انت هتقفلها في وشنا ليه يا عم ايهاب؟ تبقى وقع ريتك انت اللي وقعت مكانها يا اخي. طب والعمل؟ خلاص عادي عادي يا جدعان ولا كانها كانت موجوده. طب ما احنا عايزين نعمل دماغ. طب ما نعمل دماغ من غيرها واحنا هنغلب يعني يا رجاله. يبقى انت معاك حتة تانية. فيها حتة تانية. حتة تانية منك فيها كل مدى تزيد زيادة فيها حتة. يلا لف بسرعة. لف بسرعة. ايه ولاعة يا رجالة. احلى ولاعة. سلام يا مزيكا. خلاص خلاص انا برضو اللي هتصرف. في شيت ايه؟ يا عم ده يا جدعان ده يا جدعان ما تاخد تجرب السيجاره دي مني يا صاحبي. يلا يلا يا عم امسك بس خلي بالك على نفسك يا اخويا عشان دي صفه جامده وانت اصلا مش قدها. اشرب ايه يا زيد انت مجنون؟ اشرب الهوا يا عم. ما تاخد يا ابني ما يمكن تطلع حلو. نفس الكلام. انتوا بتهزروا والله بتهزر يا وليد. وريني يا اخويا. انا يعني اتفضل. ايه يا جدع؟ ايه يا سكيرت؟ يا لهوي ده احنا هنتشنت يا جدعان. الحته دي دماغها رفضه. اذا كان كده بقى يا جدعان يبقى الف لكم حته ثانيه. طب وحياه ابوك يا زيزو شيل حته لابن خالتي مكان اللي وقع. عينيا طب بقول لك ايه يا عاصم ما تجيب نفس. اكيف بس ان شاء الله يخليك يا عم. هات بس.
يا جدعان ده؟ ده ولا اي حاجه يا عم. يا عم انت هتعمل فيها دماغك تقيله. مش والله امسك طبعا واعمل لكم شاي. ايه ده شاي؟ صباح الفل يا بنت. لا ده انا ما بشربش ربنا يخليك. لا ده واضح ان انا هزقت نفسي معاك. اشرب يا عم. قهوة يا جدعان. ده انا حاسس ان شعري بيطلع. يا عم بيطلع فين؟ بيطلع بلع حياتي. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب نفس. انت مش قلت انك بطلت؟ يا عم هات القعدة حلوة وكلنا موجودين النهاردة. يا عم اديله الخير كتير. ايوه بقى يا عتابي. وتاهت بينا تاهت. لا لينا لا يا والله زمان يا توبة. يا جدعان الحتة دي دماغها عالية قوي. ايه يا عم؟ رحت فين؟ رجعت شوية لأيام زمان. أحلى أيام أيام الجامعة. أبعد. أيام ما كنت لسه عيل صغير مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة. كان كل اللي شاغل دماغي أأجر فيسبا ساعة من الراجل اللي قدام المدرسة. فاكرين يا جدعان الأتاري بإيد واحدة؟ بتاع الطيارات. أبويا يوم ما جابهولي كان عامل انقلاب في الشارع كله. وسوبر ماريو والسيجا. فاكرين توم وجيري ومازنزر وكابتن ماجي؟ انا كنت بحب وليد وياسين. وانا كمان لسه فاكر ايام ما كنا بنتلم كلنا قدام التلفزيون الساعه 8 عشان نتفرج على المسلسل العربي. فاكرين الحلقه الاخيره من ذهاب الجبل؟ لا والله مش فاكرينها. ولا يوم ما اتعرض فيلم الطريق لآلات في التلفزيون مصر كلها كانت قاعده في البيت بتتفرج عليه. وماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك اللي ايمن منصور جاب في جون من نص الملعب. حد فيكم فاكر اعلانات زمان؟ فاكرين الاعلان بتاع طاهر القويري؟ الراجل اللي قرع ده اللي كان بيوزع الشباب. وسيري شويب وايديا ايديا ايديا وزازه. يا جدعان كبرنا. لا مش قوي. لا كبرنا. ما احنا كبرنا. امال الشباب مين؟ مش عارف. احنا الشباب يا ابني. امال انا حاسس ليه اني كبرت؟ انا كمان حاسس اني كبرت. 28 سنة وكبرت. الحياة كبرتنا. يا جدعان احنا كبرنا عشان صدقنا ان احنا كبرنا. انما احنا لسه صغيرين ولسه شباب. طب ليه ما بقيناش زي زمان؟ هو احنا بنضعف ولا بنقوى؟ بنحلم ولا مات الحلم جوانا؟ لسه في امل ولا لما سابنا وراح على الشط التاني؟ لسه بنفرح ولسه بنحلم ولسه الامل فارد جناحه وطاير بينا. طب ازاي مش حاسين؟ ما هو احنا لو طايرين هنعرف. على الاقل كنا هنخبط في جناح عصفوره او حتى هنتكعبل في غصن شجره عاليه وماده فروعها في كل مكان. طب مش جايز نبقى طايرين فعلا؟ بس دخلنا في سحابه كبيره خلتنا نتوه من بعض وما نشوفش كويس. الظاهر بقى انها سحابه كبيره قوي وبارده ومش عايزه تخلص. فمش جايز تخبط فيها سحابه دافيه وفجاه تنزل مطره تشيل التراب وتطهر الدنيا. وبعدين معاكوا بقى هترجعوا الواحد يحلم تاني ولا ايه؟ محدش فينا بطل يحلم عشان نرجع يحلم من تاني. احلامنا لسه قدام عينينا. يبقى عينينا ما بقتش بتشوف كويس. ما يمكن انت اللي باصص الناحيه التانيه. يا جدعان احنا اتسطلنا بجد. احنا من فوق لازم نصدق ان احنا لسه صغيرين وان احنا لسه شباب. انا لازم امشي ولازم ما نمشيش ولازم ما نهربش ولازم نصدق ان احنا كبرنا بس يا دوب اللي يخلينا نحقق احلامنا ومستقبلنا. تفتكروا يعني لسه ممكن؟ انت حاسس ايه؟ مش عارف. حاسس ان انا عايز اطلع فوق على اعلى صخر. كلنا هنطلع معاك وهنشبك لبعض. بس كده في واحد هيفضل لوحده تحت. يا اخي من فوق كلنا هنشد ونطلعها. طب ما انت يلا بينا احنا مستنيين ايه؟ ولا. مش مستنيين حاجه. ولا 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 ولا. لو عاندنا نهدى
نقدر نفوت لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاعت خلاص. حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. خمسة وعشرين، ثمانية وعشرين سنة، أربعة وعشرين سنة وشهرين، ديسمبر سنة تسعة وثمانين، عندي سبعة وعشرين سنة، مواليد 1985، بعد ثلاث شهور هتم ستة وعشرين سنة. في حد يسأل بنت على سنها؟ في حد يسأل ولد على سنه؟ مواليد 1986، ماشي في التسعة وعشرين، ما بقتش فرقة، تسعة وعشرين، ثمانية وعشرين سنة، عندي خمسة وثلاثين سنة. هو ليه دايما الخير بينتصر في النهاية؟ ما ينفعش ينتصر في الأول مرة من نفسنا؟ زمان كانوا بيقولوا جت الحزانة تفرح، ما لقيتلهاش مطرح، رغم إن عدد السكان كان محدود جدا. طب دلوقتي بعد ما بقينا 85 مليون، الحزينة لو حبت تفرح هتروح فين؟ وأنا ليه بقى أكبر حلم عندي إن أنا أحلم؟ يا ترى الشباب اللي عملوا ثورة 19 لسه بيقولوا الثورة مستمرة؟ اللي بنى مصر كان في الأصل فكهاني حلواني كشري وحلواني. هو ليه الراجل اللي ما بيتجوزش ما بيقولوش عليه عين؟ وليه البنت لما تيجي تتجوز بتلبس فستان أبيض مع إنها داخلة على أيام سودة؟ وليه العريس بيلبس بدلة سودة مع إنها بتبقى ليلة بيضة؟ وليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة؟ هما أبناء مبارك إخوات علاء وجمال ولا مش شققة؟ هو احنا هنفضل شايلين الهم كده كتير؟ مش هنعلمه المشي بقى؟ هو مش الام مدرسة؟ طب ينفع يعني تنزل ترقص قدام المدرسة؟ هو انا ازاي اطمن على نفسي في بلد مش قادرة تفتح محطة متر؟ هما ليه العيال الصغيرة بقى يخرجوا من المدرسة يتخانقوا مع بعض؟ احنا مش كنا بنخرج نجري ونلعب زمان واحنا فرحانين؟ هو احنا ليه رجعنا تاني لما نتكلم سياسة في المترو ونوشوش بعض؟ بدل ما انت قاعد تتريق على جهاز فيروس سي بتاع الكفته ده، ما فكرتش تفتح محل كفته وتعالج الناس اللي عندك في المنطقه؟ بدل ما انت عمال تقول مش لاقي شقه مش لاقي شقه مش لاقي شقه، ما فكرتش يعني تنزل تبني لك 3 4 عماير وتسكن فيها 5 6 من الشباب يا راجل؟ ما تقولش ايه هبتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. طب ما فكرتش بدل ما انت عمال تشتكي من انفلونزا الطيور تروح تشتري 2 كيلو برتقال وتروح تطمن على الطيور؟ طب بدل ما انت عمال تشتكي من مشكله الكهرباء فكرت تنزل تجمع اصحابك في المنطقه وتبدو سد عالي صغير قد كده على اول الشارع وتحلوا مشكله الكهرباء يا راجل؟ ما تقولش ايه هدتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. هو بس قبل ما حد يقول لي انا هاخد ايه من قناه السويس الجديده، ممكن حد يعرفني وانا خدت ايه من قناه السويس القديمه؟ ما تقولش ايه هدتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. يا يا حبايب مصر، بام بام بام، مصر مصر يا ابني، قفلنا الاغنيه وقلنا بام 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 خلاص. هو انا عشان ابقى رئيس جمهوريه لازم ادخل الكليه الحربيه؟ هو بيكيه وشاكيرا لما خلفوا ميسي ينقط بيكيه بكام؟ هما الناس اللي بتنزل مظاهرات مؤيدة بياخدوا تصريح من وزارة الداخلية. مرتضى منصور عيب يا ليسي، عيب يا أخي عيب. وبعدين ليه تجيب الشتيمة لأهالينا؟ احنا مالنا؟ حضرتك عايز تسأل عن الأستاذ مرتضى تتفضل تطلع بره الله يخليك. من الذي قتل كليبر؟ سليمان الحلبي، أحمد الحلبي، عبد الفتاح الحلبي؟ اسمه بطرمان ولا برطمان؟ هو ليه المرتب دايما بيخلص قبل اخر الشهر؟ هل المشكلة في الشهر؟ طب لو خلينا الشهر 15 يوم مشكلة المرتب ممكن تتحل؟ بيقول لي هاتي بوسة يا نسبتي ويا دي الحوسة، الواد فاكرها كوسة، اديله ولا ايه؟ اديله ولا ايه؟
انا سعيد ان انتوا سالتوني السؤال ده جدا. هو مين الاهبل اللي قال ان الفلوس مش كل حاجه؟ انا اسف يعني في الكلمه، ما انا ما اعرفش ان انت جاي. وليه احمد دومه واللي معاه اتحكم عليهم غرامه 17 مليون؟ ما ينفعش 16 مليون، ده احنا مش اول مره ناخد منكم. الشباب بيقول ان الساويه باظت، طب لو قفلناها وفتحناها تاني ورجناها شويه تفتكروا تشتغل؟ اموت واعرف هيعملوا ايه في الاخره من غير فريد الديب. انا بقى اموت واعرف فريد الديب نفسه هيعمل ايه في الاخره. هو ليه كل حاجه حلوه طعمها ما بقاش زي زمان؟ هو انا ازاي رغم كل شيء لسه حاسس ان في امل؟ مصر ام الدنيا وهتبقى قد البحر، الدنيا، المنيا. هو ليه مع اننا لسه شباب صغيرين بقينا بنقول زمان؟ هو ليه في ناس بتحرق؟ وليه في ناس ما بتحسش؟ وليه في ناس الدم اتجمد في عروقها وما بقوش بيحسوا؟ وليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة؟ عندي 35 سنة. يلا يا عم عشان تروح الشغل. بس يا عم مش رايح الشغل. يلا يا تبطل كسل. سيبني بقى يا حاتم انا سهران طول الليل. يلا ما انا كنت سهران معاك. بس بيني وبينك كانت حفله حلوه قوي. انا بقيت اتعب من حفلات راس السنه بتاعتك دي يا حاتم. يلا هي دي اي سنه؟ دي سنه 2150. ولو سالنا وليد عبد الغني ناوي تعمل ايه في سنه 2150 هيرد ويقول؟ يعني مش عارف. نفسي احقق اللي ما حققتوش في 2149 طبعا. ايه في ايه؟ مش عارف كده يا وليد، قايم الصبح جهاز المناعة بتاعي كله متدمر تقريبا، داخل على دور ايدز يا وليد. طيب قشطة يعني يا حاتم في ايه؟ افتح الدرج اللي جوه هتلاقي فيه شريط اسمه بنادول ايدز اند فلو، خد لك واحدة. ماشي اعمل كده. تفطر؟ نفطر ايه؟ هو مفيش في الشقة غير كبسولة جبنة فيتا وكبسولتين جبنة رومي وانا مش هفطر. طب ما احنا ممكن نطلب دليفري. نطلب ايه؟ ممكن نطلب فطار جاهز من احفاد مؤمن. ماشي. تخش السينما بالليل؟ مش عارف على حسب. في ايه في السينما؟ الجزيرة 33. الليمبي 88 جيجا. حبيبك بقى، حبيبك هيثم احمد حلمي الجديد. هيثم؟ بس هيثم عجز قوي يا حاتم، والمفروض بقى يسيب الساحة للشباب الجديد اللي لسه طالع. بس بقول لك ايه، ده جامد زي ما هو. يلا ده جده كان من احسن الممثلين في القرن ال21. الجيل ده كان تحفة. يلا زمن الفن الجميل يا وليد. استاذ احمد حلمي، احمد السقا، غسان مطر، فتحي عبد الوهاب. إيه؟ كانوا ناس. ايه ايه انت عمال تقول اي اسماء؟ فاكرني مش مثقف فنيا يعني؟ ايه اللي مثقف فنيا؟ مش فاهم مين فتحي عبد الوهاب ده. مش عارف انت هتفتكره ولا لا الصراحه. فاكر فيلم سهر الليالي؟ سهر الليالي فيلم قديم الوان من الكلاسيكيات. يلا. ايوه افتكرته. انا واحد في الاربعه اللي كان متجوز منى زكي كرات دم حمراء نسوان. هو ده فتحي. افتكرته. بس منى زكي دي اللي كانت تقيله جدا، سيده الشاشه العربيه. تعرف ان هي كانت متجوزه احمد حلمي؟ مين دي؟ منى زكي متجوزه احمد حلمي. ما تبقاش غشيم في كلامك بقى. ايه ما تبقاش غشيم. بس احمد حلمي كان متجوز منى عرفه لما عملوا الحته. يا عم روح انت، ما بتفهم. ايه انت ولا يهمك في ايه؟ عملوا ايه؟ يهمك في ايه؟ نعم. ايه يلا اموت ولا اعيش؟ ده كلام مالك ولا تسالني ولا في ايه؟ يلا انا مش فاهم. كويس انت. يلا انا مش فاهم انت ازاي بتطيق تسمع اغنيه 3 4 دقايق وممكن توصل 5 دقايق؟ ده الطرب الاصيل. يلا يا عم فكك بقى من الطرب الاصيل واسمع الجديد. سمعت عمك بيقول ايه؟ عمي مين؟ سمعت القصيده الجديده بتاعت محمد علي احمد عبد الرحمن الابنودي؟ بيقول فيها ايه؟ بيقول فيها وقفت. ها كمل. لا سايب لك النهايه مفتوحه، ما تعرفش وقف كده جالك كده راح مستكريه راح عامل لك كده. ايه ده الولد ده ساحر مختلف بجد يا حاتم. ما عرفكش وقفت فين جيت منين. بقول لك ايه بقى، مختلف ولا مش مختلف؟ بقول لك يا وليد ايه، تفتكر الناس هتنزل تاني يوم 25؟ لازم الناس تنزل يا حاتم. يا اخي احنا صحيح شلنا الاخوان والسلفيين والليبراليين من الحكم، بس الفساد لسه موجود والبهائيين
البهائيين عايزين ينطوا على الحمر. تفتكر المجلس العسكري هيسلم السلطه للبهائيين؟ نعم يا اخويا. تفتكر ايه؟ المجلس العسكري هيسلم السلطه للبهائيين؟ ده لو ما سلمهاش بهاء سلطان يخرب الدنيا وليه. يا حاتم يا وليه بطل تعصب يا اخي. يا وليه بهاء سلطان ايه؟ احنا مصريين، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي وبهائي وهابي وحليمي، مفيش فرق. ايوه ايوه يا وليد، لكن يا حبيبي يا عارف يا حاتم ان انت مش بهائي بس بتحترمهم. مش القصد يعني يا وليد، مش كده يعني، مش بحسبها كده. حبيبي حبيبي الناس مش لاقية تاكل. حق ايه؟ سيب لي 1000 جنيه وانت نازل. ليه سجايرك خلصت ولا ايه؟ انت عرفت ان السجاير هتغلى؟ تاني؟ يا ابني الدنيا كلها بتغلى. فين ايام زمان؟ والله يا حاتم انا فاكر ايام ما كنا بنشتري علبة السجاير الكليوباترا ب 800 جنيه. ده زمان كير، ده زمان كير، ايام ستي وستك. انا فاكر واحنا صغيرين لما كنا نجيب ازازة الحاجة ساعة الصاروخ ب 735 جنيه. بس دي ايام بقى يا عم وليد راحت. ايام زمان. كانت جميلة. فاكر ال 200 جنيه الفضة؟ الله. فاكر كنت انا كنت صغير قوي انا كده. صغير انت. طب انت عرفت ان هم خرموا ال 1000 جنيه؟ عرفت. بص حرمنا ايه اللي احنا بنعيشها دي؟ حاجه بقت غريبه قوي. سيب لي بس ال 1000 جنيه وكل شيء هيبقى كويس. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه، انا معيش غير ورقه ب 10000 ودي لاخر الشهر، فكك مني. انت معفن يالا؟ ايه يالا في ايه؟ اقسم بالله انت معفن. انت بتعمل كده ليه؟ ده انا الشهر الجاي الشهر الجاي هقبض الجمعيه ب 20 مليون وهعشيك حته عشوه. حته عشوه ب 20 مليون؟ كفي نفسك يا لولوش. هكفي نفسك يا لولوش. انت عامل ايه مع شيماء؟ لا انا مش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده يا وليد لو سمحت. ما تتكلم يالا في ايه؟ يعني موضوع اهبل كده مش حابب ان انا اتكلم فيه. ما تتكلم يالا، احنا اخوات. شيماء طالبه الطلاق يا سيدي. ليه؟ قال ايه؟ راحت حملت من اشرف، قال ايه بتغزني. حاجه بقى هبل يا وليد، انا ما بحبوش الصراحه. وانت اتغصت يالا ولا ايه؟ عيب عليك وانا تخيل على حركات النسوان دي يالا. اخوك راجل يا. طب ده هي الغلطانه، طالبه الطلاق ليه؟ انا عارف بقى. قال ايه يا سيدي؟ عايزه تسقط البيبي وهي عارفه ان انا بموت في الاطفال. بابا حاطط بقى، بابا حاطط البيبي هشتكي من عايز العب على النون يا وليد. شيماء عنيده. عنيده بقى على نفسها. بس البيبي ملوش ذنب. انا بقول لها كده، البيبي ملوش ذنب. كلمه مني على كلمه منها، سبت لها البيت هي واشرف ونزلت. لا يلا خلاص بقى يلا برنس وليد، انا ما بتعصب محدش يقف قدام. الله يخليك. بس انت برضو يا حاتم ما ينفعش تخسر اشرف. لا اشرف ده عيش وطعم. ايوه يا احنا واكلين مع بعض عيش وملح. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حلمت حلم غريب قوي النهارده. ايه؟ حلمت بواحد اسمه مجدي. مجدي؟ بيقول لي اوعى تنسى الجون بتاعي في كاس العالم. وراح جه وراح وجي كده وراح قال لي ده انا حطيتها له كده. ايه ده؟ انا مالي انا حطيتها له كده ولا ما حطيتهالوش كده؟ ما اعرفش بس خير خير، ما تحكيش الحلم لحد. لا انا مش هحكيه بقى، انا هنزل عشان عندي ميتنج مهم. سلام، عايز حاجه؟ لا الله يخليك. بقول لك ايه، خلي بالك عشان الدنيا زحمه النهارده، تقريبا مش هتعرف تتحرك في الشارع يعني. ليه يا ابني النهارده في ايه؟ يا ابني بينقلوا مبارك للمستشفى العسكري. لما بتلمس ايدي بكون مطمنه. طب واللي كنت بتحبيه قبلي كان برضه بيمسك ايدك؟ هو انت ليه كل لحظه حلوه بينا بتهدمها؟ انت خدت الموضوع بجدك يا ليه؟ انا كنت بهزر معاكي. قولي لي بقى، عملتي ايه امبارح بعد ما سبت؟ ما عملتش حاجه، روحت على طول. صحيح، هو انتوا لما كنتوا بتخرجوا مع بعض كنتوا بتروحوا فين؟ بخرج مع مين؟ مع اللي كنت بتحبيه قبلي. مش ملاحظه ان انت بتتكلمي عن شغلك كتير؟ مش بحكي لك. ايوه بتحكي لي، بس انت كده كده هتسيبي الشغل بعد ما نتجوز. ليه؟ مراتي ما تشتغلش. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ انا عايزك تبقي زوجه وام. ما انا كمان نفسي ابقى زوجه وام وانسانه. مش عايزين حاجه من فلوس شغلك ده. انا بشتغل عشان احقق نفسي. نفسك هي انا مش شغلك. تاخرت عليا يا حبيبي. معلش يا حبيبتي، كنت في مشوار كده. كنت في مشوار ولا كنت مع واحدة تانية؟ واحدة تانية؟ هو أنا أعرف حد غيرك؟ ما تكدبش عليا، أنا عارفة أنت كنت فين. وما دام عارفة بتسألي ليه؟ علشان عاوزاك ليا لوحدي زي ما أنا ليك لوحدك. أنت عاوزة تعملي زيي ولا إيه؟ لا ما تقلقش، عمري ما هكون زيك. وأنا كده ومش هتغير. عاجبك عاجبك، مش عاجبك يبقى ما تلزمنيش. دخلت على الفيس امبارح؟ لا.
طب انا اتاكد ازاي؟ مش هكدب عليك يعني، وبعدين لازم يبقى عندك ثقه فيا شويه. طب اديني الباسورد بتاعك عشان اتاكد. حبيتي قبل كده؟ ما غلطتش. مش خايفه؟ لا. اوعى تكوني بتحلمي. ليه هو انت ما بتحلمش؟ ما ترديش على السؤال بسؤال. من حق اسالك ما دام بتسالني. انا دايما صح. ما حدش فينا ما بيغلطش. مش لابسه حجاب ليه؟ ربنا هيحاسبني. اوعى بنت يكون في حد كسر عينك. انا لو حد كسر عيني هموت. الناس بتتكلم عليكي. ما يعرفونيش. كده ليه؟ بدل ما بتبصلي وانت ساكته ردي عليا مليون سؤال وسؤال ومفيش اجابات. اتغير ولا ما اتغيرش؟ احلم ولا ما احلمش؟ اقول الكذب ولا الصدق؟ اغني ولا صوتي حرام؟ اضحك ولا الضحك ممنوع؟ ردي عليا بدل سكوتك ده. مش من حق اعيش؟ مش من حق احلم؟ ليه ما حدش قادر يفهم ان انا انسانه ومن حق اعيش واحلم وافرح؟ ردي علي. لو عندك إجابة ردي علي. مرحبا بكم في مكتب استعلامات وزارة الداخلية. وزارة الداخلية معانا هتعيش في امان. وزارة الداخلية امشي عدل يحتار خرطوشنا فيك. للغة العربية اضغط الرقم 1 for English press 2 1. للبلاغات والشكاوى اضغط الرقم 1. لحجز المظاهرات اضغط الرقم 2 لحجز المظاهرات المؤيدة اضغط الرقم 1 لحجز المظاهرات المعارضة اضغط الرقم 2 لحجز المظاهرات المؤيدة اضغط الرقم 1 احسن لك 2 مرحبا بكم في قسم المظاهرات المعارضة. سيقوم احد مندوبينا في الرد عليكم خلال ثواني. اللي زيك يا ابني بلدي يتشال عليك. أنا وزارة الداخلية فرع المظاهرات مع حضرتك يا فندم، أتشرف باسم حضرتك. معاك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، حضرتك اتصلت بينا قبل كده؟ لا ما اعتقدش يا فندم. ازاي يا فندم؟ ده انت اتصلت بينا 4-5 مرات قبل كده. مش حضرتك برضو اسمك مصطفى محمد حسن، ساكن 24 ميدان رابعة العدوية؟ لا يا فندم، انا الحمد لله ربنا كرمني وعزلت. رحت فين يا فندم؟ رحت ارض اللواء. نعم، رحت ارض اللواء. تحية عظيمة ليك يا استاذ مصطفى، قول طلباتك. حضرتك يا فندم كنت عايز احجز بكرة مظاهرة من 6 لـ 8. تحب تاخد فين يا فندم؟ نعم. تحب مكان المظاهرة يكون فين؟ حضرتك كنت حابب احجز مظاهرة من 6 لـ 8 في ميدان التحرير. ميدان التحرير؟ لا والله يا فندم، ميدان التحرير محجوز بكرة من 12 لـ 12، كل مظاهرات مؤيدة. طيب حضرتك ممكن احجز بعد بكرة او اي يوم تاني في ميدان التحرير؟ لا والله يا فندم، ميدان التحرير محجوز لحد 2016 كل مظاهرات مؤيدة. لحد 2016 كل مظاهرات مؤيدة؟ ايوه يا فندم. طب حضرتك ايه الاماكن المتاحة اللي ممكن احجز فيها مظاهرات؟ والله يا فندم تقدر تبدأ المظاهرة بتاعتك مثلا من 4 لـ 6 في محمد فريد، وتكمل من 6 لـ 8 في طلعت حرب. ايوه بس اللي حضرتك بتقوله ده مش منطقي ابدا. ليه يا فندم؟ ازاي هخرج من محمد فريد الساعة 6 واطلع على طلعت حرب الساعة 6؟ ما احنا هنبدأ الضرب 6 إلا ربع يا فندم، 6 بالثانية تبقوا هناك. خلاص يا فندم، هاخد في محمد فريد. نعم، اديني في محمد فريد. طيب يا استاذ مصطفى، حضرتك تحب تأمين المظاهرة يكون أمن مركزي، قوات خاصة، 3 سبعات؟ لا يا فندم ما تتعبوش نفسكم خالص، همشيها أمن مركزي. طيب التأمين بقى مية ولا بغاز؟ لا بلاش مية يا فندم، لحسن الجو ساقع اليومين دول.
لا يا استاذ مصطفى، لو حضرتك رافض الاوبشن عشان الميه ساقعه فاحنا عندنا اوبشن جديد وهو الميه السخنه. لا ميرسي يا فندم، انا حابب اخد الشاور بتاعي في البيت. نعم حابب اخد الشاور بتاعي في البيت. ده لو روحت اصلا يا استاذ مصطفى. ما بتضحكش ليه يا استاذ مصطفى؟ بضحك يا فندم. طيب لو حصل اشتباكات بقى، عايز الفض يكون هروات ولا خرطوش؟ لا بلاش خرطوش يا فندم عشان عينينا متظاهرين. يا استاذ مصطفى انتوا نور عينينا. طب استاذ مصطفى حضرتك جربت الكومبو؟ الكومبو؟ ايوه يا استاذ مصطفى. لا حضرتك ممكن تفهمني ايه الكومبو ده؟ والله الكومبو دوت مطاطي مايونيز مع خرطوش سبايسي. لا بص حضرتك انا هاخد مطاطي مايونيز بس بلاش سبايسي عشان تعبني اخر مره. براحتك يا استاذ مصطفى بقى. طب نراجع كده الاوردر مع بعض يا استاذ مصطفى تاني. اتفضل يا فندم. حضرتك عايز مظاهره من 4 ل 6 وتكمل من 6 ل 8 مطاطي مايونيز من غير خرطوش سبايسي، صح كده؟ تمام يا فندم. 3 دقايق والبوكس يبقى فوق دماغ حضرتك. وزاره الداخليه اسرع من اسرع دليفري في مصر. ايه وقفت هنا ليه؟ مش هنكمل طريقنا؟ الشبورة عالية قوي، مش عارف اشوف الطريق كويس. خلينا نستنى لحد ما تهدى شوية. احنا كده هنستنى للصبح، الشبورة كل شوية وبتزيد، وبعد ساعة مش هنعرف نشوف بعض. طب ما نستنى شوية ورانا ايه يعني؟ ولا تحب نرجع؟ اوه بص انا من ايدك دي لايدك دي. انا فاضي يا عم، ما وريش اي حاجة. عايز تكمل نكمل، عايز ترجع نرجع، احنا في نص الطريق بالظبط. قطعنا 100 كيلو وناقص 100 كيلو. مش همك؟ لا مش هممني. يعني مش هم يا عم؟ مش هممني. في ايه؟ خلاص يبقى نكمل. نكمل؟ نكمل نكمل. تعالى ننزل. تعالى. البرد ده. يا اخي هموت واعرف الباقيين ما طلعوش معانا ليه؟ انا حاسس ان الرحله دي هتبقى اجمل رحله طلعناها في حياتنا. تراهن انهم هيحصلونا؟ طب ما دام هيحصلونا ما طلعوش معانا ليه من الاول؟ يا عم بيمثلوا. تراهن على مليون جنيه انهم هيحصلونا؟ مليون جنيه؟ ليه؟ وسادتك حيلتك مليون جنيه قوي؟ لا ما انا هكسب الرهان واخدهم منك. وانا يعني يا اخويا اللي حيلتي مليون جنيه؟ خلاص بص نتراهن على ربع جنيه؟ ربع جنيه؟ انا موافق. موافق؟ موافق. موافق على الربع جنيه؟ موافق. ارزقنا بالربع جنيه يا مهون ربع ارزقنا. يا اخي اموت واعرف ازاي بيجيلك قلب تهزر وتضحك في الايام السودا اللي احنا عايشينها دي. بحاول اعيش، خايف اتغفل في يوم يضيع مني كده ولا كده. ايه الايام بتضيع منك انت كمان ولا ايه؟ انا ما بيضيعش مني غير ايام وسنين، بحاول الحق نفسي. عارف في يوم بصيت كده لقيت نفسي حاسبها غلط خالص، لقيت نفسي طول الاسبوع اقعد مستني يوم الجمعه عشان الاجازه، وطول الشهر اقعد مستني اخره عشان القبض، وابقى نفسي السنه تعدي وتجري بسرعه عشان اخد الاجازه السنويه والمكافاه. فجاه فقت، ايه ده؟ انا ليه بجري حياتي كلها عشان افوز دايما بيوم واحد؟ الجري ده كله عشان يوم يجي يعدي هوا كده وما احسش بيه؟ رجعت نفسي وقلت لا، اليوم يوم يتعاش بكل ما فيه. هو مش محسوب في حياتي؟ محسوب في حياتي ولا مش محسوب؟ محسوب في حياتي. يبقى يتعاش غصب عنه حتى لو كان بلوي الدراع. يا عم ما تسقعناش. شكلها هتتلج علينا هنا. يا سلام لو تمطر سيول. ايوه يا اخويا تمطر سيول عشان احتسى لو انت بالعربيه في قلب الصحراء. بقول لك ايه، تعالى. ايه؟ تعالى. ايه؟ هو انا لو زعقت هنا حد يسمع؟ مش عارف بس تقريبا كده يا صديقي نحن وقعنا في صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء. يا سيدي على الجرداء. يعني زعق واصرخ براحتي؟ مش عارف يا عم. زعق واصرخ وقول اللي انت عايز تقوله، وحتى لو حد سمعنا يعني، هو حد له عندنا حاجه؟ زعق وقول اللي انت عايزه. طب ازعق اقول ايه؟ نعم يا ازعق اقول ايه؟ مش انت اللي عايز تزعق يا وليد؟ ما تقول اللي انت عايز تقوله. ما انا اصلا حاسس ان انا مش هعرف. عندك حق، البرد وجو الشبوره. انا اقول لك انت تروح هناك وتيجي جري مره واحده، بس الاول ايه تشحن نفسك جامد كده، هتلاقي نفسك ها
صرخت على طول. لا معلش قول تاني، كنت بص هناك. بص بص انت تروح هناك وتيجي جري مره واحده، بس الاول ايه تشحن نفسك جامد كده هتلاقي نفسك اه صرخت على طول. هي ايه دي؟ تشحن نفسك يا وليد، تشحن نفسك يعني تولد نفسك طاقه باور فيخرج انفعال على طول. جرب جرب يلا واقف هناك اشحن نفسك بقى. ايوه جامد اه خش على يلا. ما صرختش. ما انت ما شحنتش جامد، اشحن نفسك جامد سنه كمان كده هتلاقي نفسك صرخت على طول. جرب جرب مش يلا يلا اشحن نفسك جامد. ايوه خش على يلا. في حاجه غلط. غلط ايه يا راجل، ده انت خيبان خالص. بص بقى اتعلم بقى، بص بص بقى البرنس الاستاذ بقى، بص اتعلم الموضوع بسيط خالص خالص. بص انت واقف هنا مفيش اي حاجه، وبعدين بتشحن نفسك مش جامد ومش بالراحه. يا مش طب ما انت ما قلتليش مش جامد ومش بالراحه. ايوه ايوه صح انا اللي غلطان. بص بقى بص الوحش اهو واقف في مكانك، تشحن نفسك اهو وتخش وهوب ويا ايه ايه صرخت؟ لا لا ها في حاجه غلط هناك. بص هو ممكن يكون المشكله في المكان وممكن يكون المشكله في الشحن بتاعك. الشحن بتاعنا؟ اه بص احنا نغير المكان، غير المكان. حسيت ده حسيت ده. ما تحسش انا هقول انا وانت تتف. ماشي يلا ماشي تعالى. بص بقى اركن لي بقى الشحن اللي انت كنت بتشحنه ده خالص. مش معانا احنا هنشحن كده ماشي. بطاريتين يلا. حسيت ده حسيت ده يا وليد. بص بقى الوحش ايوه خش اشحن نفسك جامد اهو وخش وهوب. شفت ما صرختش ازاي؟ ما صرختش ها؟ انا كنت هخبي عليك بس الظاهر في حاجه غلط قوي، في حاجه غلط في الصحراء دي كلها. هو ممكن يكون العيب في صوتنا. لا يا راجل صوتنا ايه صوتنا ايه، ما انا ممكن وانا واقف في مكاني هنا اصرخ عادي اهو. بص انا واقف في مكاني اصرخ اوريك اهو. بص انا واقف في مكاني هنا اصرخ وازعق عادي اهو. بص اوريك. لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. صوتي ايه؟ صوتي كتم جواها، في حاجة غلط. هو انت كنت هتزعق هتقول ايه؟ انا كنت هقول كفاية. ده انا كنت هقول يا رب، كنت هقول تعبت تعبت بقى وما بقتش قادر. وانا كنت هطلب من ربنا ان انا استريح شويه. يمكن كنت هبكي. انا برضو عيني كانت ممكن تنزل دموع. طب ايه بقى ايه بقى، هنفضل كده ماشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين ولا هيجي علينا وقت ونعرف ايه اللي قدامنا وايه اللي ورانا، مين مستنينا ومين مش فاكرنا. هنفضل كده تايهين في البحر مش عارفين رايحين فين. انت شايفني يعني واقف على البر التاني؟ ما انا واقف جنبك اهو في قلب البحر والموج عمال يضربني في وشي يمين وشمال مش عارف اشوف. طب الحل ايه؟ هنفضل كده عميان بنعوم في بحر ملوش نهاية؟ هنفضل نسأل بعض وبرضه مفيش إجابات. أمال أسأل مين؟ مين عنده إجابة يقول لي أنا رايح فين وأمشي من أنهي طريق؟ أكمل ولا أرجع؟ ولو رجعت هبقى صح ولا غلط؟ ولو كملت في حد هيديني خريطة ولا هخبط في الصحراء وأتوه؟ وليه نص الطريق بالذات؟ نص طريق العمر والحلم والرحلة والتدوير. ازاي كل سؤال تبقى اجابته بالاجاب والنفي؟ ازاي تتساوى الاه واللا؟ ازاي تتساوى القبول بالرفض والجد بالتهريج والعقل بالجنون؟ كل المعاني المعكوسة بتختلط ازاي وليه؟ عشان ما تعرفش تحلها، عشان ما تعرفش تحلها وتفضل كده تايه مش عارف تروح فين وتيجي منين. تايه تايه بين ميدان وميدان، بين دين ودين، بين لون ولون، بين رحلة وسكون، بين انتماء ولا انتماء، ثورة وكنبة، حقيقة وتزمير، وطني وعميل. فيزيد الضباب قدام عينينا ونفضل في مكاننا مستنيين الصبح لحد ما يجي، ويجي الصبح زحمة ما
مليان دخان برضه ما يخليناش نعرف نشوف الطريق كويس. يلا بينا يا راجل نرجع بلاش نكمل. خسارة خسارة، ده احنا قطعنا نص الطريق ملناش نصيب ملناش نصيب. نرجع احسن نرجع، اكيد اكيد هنلاقيهم مستنينا على القهوة. اكيد يلا، وهو برضو نضيع في شوية وقت نتكلم نضحك نلعب. تفتكر هنلاقيهم؟ هيروحوا فين يعني؟ الشبورة زادت قوي. ايوه صح، اكيد هتلاقي في ناس كتير راجعة ما كملتش. اكيد اكيد اكيد، يلا بينا نرجع يلا. طب ما نستنى شوية، نستنى شوية لحد الشبورة دي ما تقل، ما يمكن نغير رأينا ونكمل. الشبورة دي تقل؟ عارف انا لو عندي شك صغير قد كده ان الشبورة دي ممكن تقل انا كنت استنيت، بس انا عارف انها ملهاش نهاية. يلا بينا يلا بينا. قاعدين على القهوة حاطين ايدينا على خدنا مستنيينكوا لما ترجعوا. كنتوا عايزين رحلة زي دي تفوتنا؟ لا احنا كنا هنمشي. ايه يا عم محمود؟ شقتك مش هتكفينا ولا ايه؟ يا سيدي هتكفيكم. يا عم يا عم يا عم، احنا هناخد شقة كلنا في نفس الشارع، المهم نكون كلنا مع بعض. شقة في نفس الشارع ايه؟ احنا كلنا هنقعد في مكان واحد. مكان واحد، احنا مش كنا ماشيين دلوقتي. لا لا يا جماعة، هنستنى حضراتكم كده كتير ولا ايه؟ يوه ما يلا بقى عشان نكمل طريقنا. يا جماعة لسه كتير على ما نوصل ومفيش وقت نضيعه. طيب طب نستنى لحد ما الصبح بتاع ربنا ما يجي. صبح ايه يا عم؟ احنا عايزين نوصل هناك والصبح طالع علينا. هنمشي في الضلمه يعني؟ يا سيدي هنمشي مع بعض وهننور الكشافات. طب طب والشبوره؟ يا عم يا عم هنمشي كلنا صف واحد ومحدش فينا يسبق التاني، وطول ما احنا مع بعض مش هنتوه من بعض. ولو حد فينا كعبل في مطب يعرف اللي وراه. يا عم اذا ما كناش احنا اللي نسوق وسط الشبوره، امال العواجيز يعني هم اللي هيسوق؟ هم برضه مشوا الطريق قبل كده وعارفينه كويس. يا عم واحنا ما نقدرش نستغنى عنهم، اكيد لو احتاجناهم في حاجه هم هيدوا. يلا يا عم. احنا مش هناخد صوره. ايوه 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 نازل ايدك يا حاتم. يلا بقى الضحكه الحلوه. معلش معلش معلش، بس عشان انا واقف يعني متطرف فطلع عندك في الصوره ولا لا؟ نازل ايدك ونحترم نفسنا شويه. يلا الضحكه الحلوه يا سموره. يا عم سموره انا طالع عندك في الصوره ولا لا؟ نازل ايدك بقى اللطف. يلا الضحكه الحلوه. طب وانت مش هتتصور معانا ولا ايه؟ اتصور معاكم يا سيدي. هي صعبه. يلا ولا حاتم 25 28 سنة 24 سنة وشهرين. مواليد 1985.